صباح الخير على كل الحلوين اللي معايا. النهاردة هنحكي قصة لذيذة جدا، قصة الفيلسوف الحكيم. قصة الفيلسوف الحكيم بتقول لنا كان في فيلسوف ماشي قابل واحد من صحابه، فصاحبه بيقول له: تحب تسمع الطلاب بيقولوا عليك ايه من وراك؟ فرح قال له: اه احب اسمع، بس قبل ما تقولي هنعمل اختبار صغير اسمه الفلتر، فلتر الكلام. فقال له: ايه فلتر الكلام؟ قال له: الفلتر الاول هو الصدق، هل انت متأكد ان الكلام اللي انت هتقوله لي ده صحيح؟ فالراجل راح رد قال له: لا، هو في الحقيقة انا سمعته، انا ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، مش متأكد. فقال له: طيب الفلتر التاني تشيبه، هل انت متأكد ان الكلام اللي هتقوله لي ده كلام كويس وطيب؟ راح قال له: لا لا، بالعكس خالص، الكلام اللي انا هقوله ده مش يعني هتزعل منه. وابتدى الراجل ان هو يتحرك بعد السؤالين دول، فقال له الفيلسوف، راح قال له: لا استنى، ده في السؤال التالت. فقال له: ايه؟ قال له: الفلتر التالت هو الفايدة، هل انت متأكد ان الكلام اللي هتقوله لي ده مفيد؟ فرد الراجل وقال له: لا بصراحة هو مش مفيد، مش مفيد. فراح قال له: طيب بدم هو انت مش متأكد منه، وبدام الكلام مش كويس، وبدام هو مش مفيد، يبقى الأفضل ما تقولهيش عليه. وكده بتخلص الفيلسوف من كلام صاحبه بطريقة كويسة. خليك دايما فاكر حاجة مهمة جدا جدا: انت متميز وفريد، انت موهوب ومبدع، انت دايما بتدي وبتقبل الحب في كل لحظة، انت الأحسن والأغلى بيجي ليك لغاية عندك، انت بتستحق السعادة، تستحق كل حاجة حلوة، ربنا دايما بيباركك في كل لحظة، انت محبوب عشانك انت، واللي بيحبك بيحبك ليك انت، واللي مش بيحبك مش هيشوف فيه غير العيوب وبس. باي، سلام.